الأخوة والأخوات الأحباء، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عنوان هذه الحلقة اللي هو عرف الديك وكيفية زراعته وكيفية العناية فيه. الفيلم هذا إن شاء الله يكون قصير، يعني مش هيكون طويل، لأنه ما فيش يعني أشياء كثيرة اللي حشرحها فيه. عرف الديك اسمه بالألماني، كمان اسمه عرف الديك، اسمه هاننكم بالألماني. أنا اشتريت البذور من ألمانيا من هنا، ولكن هذه النبتة موجودة، أنا شفتها في أسبانيا، موجودة في جميع الدول العربية، وفي منها عدة الألوان اللي هو الأحمر والأصفر والزهري وخلافه، وفي منها النوع اللي هو القصير هذا، وفي نوع اللي أنا كنت في الأندلس تقريبا طوله كان متر، في الحمرة اللي كانوا العرب لما كانوا في الأندلس في الحمرة. في حدائق الأندلس ما زالت تزرع شجرة عرف الديك، وأنا أخذت منها بعض البذور وزرعتها وطلعت عندي، ولكنها ماتت من البرد، لأن هذه الشجرة تحتاج إلى درجات حرارة عالية. يعني ألمانيا في درجة الحرارة 20 درجة مئوية وكثر المطر ما تستحمل هذه النبتة. هذه النبتة تحتاج إلى درجات حرارة فوق 25 درجة مئوية، وتصلح في جميع أنواع التربة، يعني في التربة الرملية، في التربة الطينية، في أي تربة. وعشان الإنبات لازم تكون درجة الحرارة التربة فوق 25 درجة مئوية. إذا كان درجة الحرارة أقل ما تنبت هذه النبتة. إيش الأمراض اللي ممكن تصيبها؟ ممكن يصيبها في كثير. أنا شفت من الفيديوهات في الأخوة والأخوات بيحطوا بيقولوا أنا إيش الشجرة بتبعتي، وبوروا الشجرة شكلها. أنا حضرتها خصوصي للفيلم، بصير شكلها زي هيك، فشوفوا الفارق، يعني هذه هيك، هذه الشجرة المعافاة السليمة، وهذه الشجرة المريضة، وهذه تصاب بالعناكب. فالعناكب بتصيبها وبعد هيك بتصفر الأوراق لعند حتى ما تموت كل النبتة. أنا طبعا رشيتها فهي بدت الحين تتعافى، ولكن الأوراق لسه ما زالت يعني طبعا مريضة. فهيك بكون إذا كان شكلها مريضة. فإيش العلاج؟ العلاج إنك ترشوها بمبيد حشري، أو في اللي أنا في الفيديوهات اللي أنا شرحتها في مبيد طبيعي عبارة عن اللي هو عن الليمون مع الثوم مع الفلفل الأحمر، تخلطوه في الخلاط وتصفوه وترشوه عليها، فبيطرد هذه الحشرات. الحين احنا بدنا نيجي احنا كيف بدنا نزرع هذه النبتة. هذه النبتة طبعا انت ممكن تشتري البذور، وممكن اذا انت في عندكم احد من الاصدقاء تاخذوا، انا زي ما جبت من الاندلس من هنا، بتكون زي ما انتم شايفين هنا، مش في هنا، احيانا هنا بتكون بعض البذور، بس البذور هي بتكون موجودة في هذه المنطقة. انا طبعا حوريكم اياها الحين، انا قطفت بعض البذور، والحين احنا ندير الصينية زي هيك وننزل الكاميرا لتحت عشان نشوف. هذه هي اللي انا قلت لكم اياها، يعني في هذه المنطقة هيها، هي هذه تقريبا هذه، وهذه البذور بتكون موجودة في داخلها. احنا بدنا نتك البذور، هي هذه شايفين هذول موجودة فيها اللي هي البذور، هاي شايفين البذور السمراء اللامعة، هذه بذور صغيرة، هي أصغر من السمسم، وهذه ممكن زراعتها. يعني هذه هي فيها الكثير من البذور، كثير من البذور، يعني هذه تكفي. فأنتوا لما إذا في عندكم أصدقائكم، في حدا معارفكم، في حدائق، في كذا، تجيبوا بعض البذور يكفي. الحين تقريبا هاي 10 بذرات هنا. وكيف زرعتها؟ زرعتها بطريقة بسيطة جدا، بيجيبوا اللي هو التربة، وبتجيبوا هذه البذور، نقربها هنا على الكاميرا، ممكن تشوف هيك. طبعا نمسك البذور هذه ونوزعها، ما نغطيهاش لأن هذه بتحتاج إلى الشمس عشان تنبت.
وفقط تعملوها بالإيد زي هيك أو ملعقة، يعني بس زي هيك بس، يعني تضغطوها في التربة. تحتاج إلى الإنبات 25 درجة مئوية، وبعد هيك أنتوا طبعا تقوموا تسقوها. طبعا أنا مش هسقيها الحين لأنه ما بديش أبلل المنطقة هنا بمي، وبتكون إحنا هيك نكون انتهينا. العناية فيها هي تحتاج إلى مية تسقيها، وتحتاج إلى شمس، بدها شمس دائمة على الأقل 6 ساعات في اليوم، بدها شمس، يعني ما نبتة ما تحب الظل. وزي ما تشايفين يعني إذا كان بتنفع عندنا في ألمانيا، في ألمانيا في الصيف في هذا الوقت ممكن نقلها للخارج، بس هي ما تتحمل المطر لأن ألمانيا فيها كثير من المطر، ففي المطر لازم تطبوها لجوا وإلا بتتلف اللي هو الوردة الجميلة هذه بتدفى. وشايفين هي وردة يعني حتى تستمر حتى نهاية الخريف، يعني هذه الوردة تقريبا لها تقريبا شهر منورة، وردتها طويلة يعني طويلة المدى، يعني ما بتذبلش بهذه السرعة. ووردة جميلة يعني زي ما شايفين هنا، أي وردة ثانية، هذا جمال يعني، هذه وهي وردة ثالثة. واللي وريتكم اياها الصفرة هذيك اللي اخذت منها البذور كان لونها اصفر. هنا بتكون البذور بتكون في هذه المنطقة في الشعيرات اللي هنا، كل شعيرة تبقى في داخلها بذرة ممكن تاخذوها تحتفظوا فيها للعام المقبل، وفي الربيع تزرعوها. هي نبتة تزرع في الربيع يعني في شهر مارس حتى انها تزهر في الصيف بعد تقريبا 6 اسابيع حسب العناية، حسب عناية ونوع التربة. تسميدها تقريبا كل 4 أسابيع سمدوها بMPK أو بسماد عضوي، بس ما تحطوش سماد كثير لأنه السماد هذا بيحرقها، هي ما تتحمل السماد الكثير، يعني لازم تخففوا ايديكم شوي في التسميد. احنا بنكون إن شاء الله وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، وإذا عندكم أسئلة عن اللي هو عرف الديك فممكن تكتبوا لي في التعليقات، أنا أحاول قدر المستطاع أجاوب عليها. ونقول لكم نستودعكم الله إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.